الحلقة على راديو ميد ونختمو بالربح والحكايات. ورجعت لنا روبريك كونسي كونسو. كونسي كونسو كونسي كونسو مع سمير مزنيد. بونجور سي سمير. السلامة، مرحبا بكم. شنو احوالك؟ الحمد لله الحمد ديما لله. ديما قلنا بابا نوي اللي يجيب لنا الكادو. ديما بكادواتي يعني. الكادو حاجتين انا نقول الكادو في الكادو في القيمة نتاعو اللي باش نهديو لكم ان شاء الله. ونستناو تليفوناتكم على 72 328 500. نعاود 72 328 500. وتنجموا تشوفوا الكادو على الباج نتاعنا راديو ميد تونيزي. تشوفوا الكادو نتاعنا اللي هو سي سمير بواد الويل دولي محليها فات اون بواد دوليفي من فيه زيدو ياكل. مش نترجم دبوزه مصنوعه من لوح نتاع الزيتونه كما قلت في اول الحلقه نتاعنا. ومحليها بغتاها تتسكر بالفلتراج هذولي يتسكر مليح. بوتون تدخل هكا بالكدا راهو مشابهة تشوفوها يذولي تشوفوا فيها مع محمد طاهر بن شعبان يذولي نزلها وموجودة على راديو ميد تونيزي على الباج نتاعنا نتاع الفيسبوك. بون الموضوع نتاعنا باش نحكيو على معلومات وكل عادة نستقبلوا أول تليفون يجينا إذا كان قال لي إجابة صحيحة ياخذ الكادو سينون شوفوا التليفون اللي من بعد ونعاود نذكر بالتليفون 72 328 500 72 328 500 والإجابة باش تكون يحكيها سي سمير توا على خاطر احنا اليوم باش نحكيو احنا مع سي سمير مع كونساي كونسو يعطينا ديزيدي ويعطينا مش ديزيدي يعطينا دي كونساي نصايح على استعمال المعون اللي عندنا نستعملوه في كوجينتنا واللي نجهلوا ساعات برشا معلومات وساعات تلقى عندنا حاجة عندها قيمة ومتروكة وساعات حاجة احنا نتخيلوا حاجة كبيرة وفينالمون ولا العكس ولا تلقى الكاركتيرستيك نتاعها ماهمش باهين برشا. دونك اليوم اللوح انا عندي حاجات لوح بالحق في الدار ونقولها شاك فوا نحب نزيدهم باش نخرجهم عندي انت نزيدهم والحقيقة قاعد نستعملهم ساعات في رمضان وعندي معناها هكا شو تقولوا شقايل لوح هكا نمدهم من رمضان لرمضان. علاش جست مش نعرف فينا توا الاهميه نتاع المعون اللوح سي سمير. هو المعون اللوح اللي موجود في السوق تلقى ايام البواد اوليفي اللي هو نتاع الزيتونه والا فما اللي قاعدين يجيبوا فيها امبورتاسيون واللي انا الحق نتاع ربي نقول هذوكم خليهم ديكوراسيون على خاطر ما تعرفوش اللوح شنو هو معناها اللي موجود وكل لوح راهو عنده الناتور نتاعو معناها فهمت. اللوح نتاع الزيتونه احنا شنو نعرفوا الزيتون اللي هو خاصيته اللي هو فوالا احنا مشهورين بالزيت الزيتونه وتبارك الله عندنا معناها كيما نقولوا الفلاحه كبيره في الزيتون ودايور احنا اللوح اللي قاعد يتخدم في تونس راهو يتاخو معناها يتخدم مش نسالك هنا وقتاش تاخو فوالا يتاخو من تونس ويتعدى بار ان سيركوي منظم راهو مش متعدي عجبتك شجره قصها ومشي يخدمها. لا لا هذا السؤال حبيت لا لا نساله كيفاش خاطر الزيتونه تعيش برشا الزيتونه تعيش برشا والزيتونه راهي سيتون ريشيس معناها راهي كنز معناها احنا توا تشوف انت فما زيتونه العكاريت في جرجيس معناها الزيتونه راهي عمرها فوق 300 سنه ولا 400 سنه معناها اي والناس كل تحكي عليها. فما زيتونه في نزرتها بيرسونيلمون اللي يعرفوا في الهواريه في مقام الولي صالح سيدي احمد تقريبا محليها قالوا لي عمرها اكثر من 300 سنه هي اقدم وحده توا في تونس اللي معروفه في جرجيس اللي هي زيتونه العكاريت واللي بعدها نتصور هذه في الهواريه محليها دونك لوح الزيتون يقعد مده كبيره باش يكبر وباش نجموا نخدموا به وباش ترانش الدار تبدا عريضه وتنجم تخدم بها وكل سو كيفي معناها خدمته صعبة. أنا باش نقول حاجة بركة راهي خدمته ماهيش سهلة كيما يتصوروها العباد راهو مش نجار معناها ماشي باش يعمل الخدمة نتاعو راهم ديزارتيست الناس اللي يخدموا في الخدمة هذيا معناها أعطيوهم حقهم أنا نقول بلغة أخرى أعطيوهم حقهم مش راهو نحكيو فلوس أما نحكي لك كقدر وكاحترام للشيء اللي يعمل فيه راهو مش ساهل باش تاخو أنت واحد نتاع شجره باش تخرج منه الدبوزه. هذاك علاش هو غالي سي سمير؟ اكزاكتومون خاطر انا قلت لك حبيت نشري حاجات معناها كل مره قعدت نشري حويجه كل ينوكس تقريبا. اي لا بون كاليتي غاليه علاش؟ علاش؟ عندك الفينيسيون في الخدمه الفورما والفينيسيون في الخدمه وفينيسيون الخدمه راهي تشد برشا وقت.
راو ريت تمشي الواحد يقول لك انا هذية هاو عملها بزيت زيتون او عملها راو ما عنده حتى معنى شيء اللي قاعد يحكي فيه. هاو انا عملها بزيت زيتون الاخر عملها مدري شنو الزيت اللوح لوح الزيتون اذا كان تخدمه avec une bonne finition يعطيك لي في مربري وحده اكل اكل تحسها كي رطبه وكي رخامه فهمت. باركونتر الاخرين اللي انا نقول او كما مخدومين نتاع السوق ومدري شنو راكي تغسلها تشهب الكل معناها باش تولي تظهر لك بالحق كانها ظلفه نتاع 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 شجره خذيت قديت باه. دونك سا دوموند دو تون وبرشا جهد خاطر تتحك راهي باليد معناها راه تصور انت عبد شدي حك ويحك ثلاثه اربع مرات في نفس القطعه معناها كل مره يبدل برشا وسع بال اي فبرشا وسع بال وقت برشا وقت وبرشا خبره في الخدمه باش توصل تاخذ الفورمه اللي تحب عليها باش توصل تخدم بها. وسي تان برودوي كي كونسيرف لي برودوي اللي تحطوا فيه مثلا كي تحط شوربه انت في صحف انا باش نسالك على القيمه نتاعو توا الغذائيه شي نجم شنو الفرق ما بينه وبين فخار ولا حاجه اخرى. يحافظ على البرودوي كيما هو اون بلوس يعطيك لا سونساسيون اللي انت في وسط تاكل من خيره الدنيا معناها معناها راك ما خرجتش ما خرجتش حاجه دو فالور فوالا. قالت سؤالي اخر نحب نقولوا عندنا توا تليفون حضر لنا سؤال السؤال الاخر نحب نعرف معناها اذا كان معناها مثلا دبوسه الزيت هذه اللي باش نهديوها نحن كي نحط فيها انا زيت زيتونه زاد شنو نفس الحاجه شنو الفرق ما بينه وبين باش نحطه في بلار ولا في فخار. زيت زيتونه يحب انه يتحط في بلاصه ما تعديش ضوء ويحب انه يبدا مسكر باش ما يقبلش برشا هواء. لي دو شوز هذوما موجودين في الدبوزه نتاعنا اللي هو لوح دونك اللوح ما يعديش الضوء وانها هي كي تتسكر كيما قلت انت قبيليكا قلت لي تتسكر مليح وكل شيء دونك ما تعديش الهواء. ونرجعوا كان تتفكروا مره قبل حكيت انا عطيت ان كونساي على زيت الزيتونه قلت زيت زيتونه الدبوزه ما لازمش تفرغ برشا قد هي تفرغ وانت عاود عباها ديما خليها براتيكمون 20% 25% فارغه يزي اكهو خاطر يعمل خاطر يتفاعل مع الهواء يخسر القيمه نتاعو يتفاعل مع الزيت يتفاعل مع الهواء ومع الضوء واضح فهمت. حضرت سؤال نعطيهم سؤال سهل كالعاده نحن خلينا نشوف شكون معنا في التليفون. الو الو صباح النور عسلامه لاله شكون معي يعيشك امنه من نابل نهارك اسعد الايام يا امنه يعيشك امونه زاد نهارك اسعد الايام انت والراديو بدا الكل كيف الراديو بدا الكل يعيشك تسمع فينا ديما نسمع فيكم ديما انا ملي نحط الكيتشيو بنيا سبعة ونص الخدمه ما هي كان كيما روحها ما شاء الله نخدم اسعديك وسميني في الخدمه نتاعي راديو ماد حتى بخبر يسميني انا باهي امنه اللي قاعدين نعملوه في حاجه باهي زعما في مش صبيحه مطورين هكا حاجه تهبل حاجه يعطيكم الصحه بالحق بريمو انا اعز اذاعه تعجبني مش خاطر اعز اذاعه تعجبني في تونس بصراحه يعيشك يا امونه عايشك متي ماد بريطام ميلا جوه الرقم بتاع شويه شبيح شويه الجو هذيك من ساعتين ساعتين من ساعتين من فرهيدة من ثلاثه هذيك تهبل فرهيدة نحي شويه ستريس نرجع العشيه مع اسامه وعلي وليكيب الكل مثلا تحسين وليت تعرف انسانه مدمنه براديو ميد يعيشك اي اليوم انا ما دامك انت تحب راديو ميد انا نحب نربحك ان شاء الله هاي. بالحق الكادو كانت راما عزو كانت راما حليها الدبوزه تحط فيها زيت الزيتونه نتاعك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نربحها ان شاء الله باهي هاو معاك سي سمير سي سمير ربحتها لا انا باش نقول مبروك اما السؤال سهل مرحبا خويا سمير مرحبا بيك مرحبا بيك السؤال سهل الدبوزه اللي احنا حاطينها باش نربحوها هي دبوزه نتاع زيت ولا دبوزه نتاع ماء؟ لا دبوزة متاع زيت وعندنا زيتونة وعندنا زيتونة أكبر زيتونة في تونس 400 سنة والثانية في الهوارية 300 سنة تقريبا جو 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 كل شيء نسمع فيه صحيت 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 صحة وفرحة لأختي وهو كتذكرنا كي تمليها بالزيت زيتونة وتعمل بها يا معسيت صباح وإلا أنا حتى مغيرها يا رب وديك متوريوني في حاجة بيا يا رب وديك يعيشك ميرسي بوكو إمنا ألف مبروك كي العادة يعيشك تحية كبيرة للشعب التونسي وإخواتنا الكل
يعيشك يا إيمنة. ما نكذبش عليك، إن شاء الله شعبنا تعب، ربي يعطيه القوة. ربي معانا إن شاء الله، نحاولوا في كل مرة نفرهدوا شوية، نحكيوا على حكي حياتنا، على مشاغلنا ومشاكلنا. وكما قلت أنت، راديو ميد هاي مرافقتنا إن شاء الله مع الناس الكل. ناخذوا على كلمتها هي اللي إيمنة عكيشة، ربحت معانا البوتي هذية. ناخذوا على كلمتها الشعب التونسي، ميساج كونسومي تونيزيان، شجعوا العباد في تونس، ما تقعدوش نهار كامل مربوطين بالامبورتاسيون، راهي خروج دو فيز وراهي تزيد تعبنا. ونستدعوكم كالعاده، نحن ايكيب نتاع لو موند دو ديفين، سيت الويب نتاعنا www.lemondedivinlesca.com، تلقاو تولي برودوي تونسيه، رانا نخدموا كامل. مازال برشا خيرات، وي مازال برشا خيرات، ورانا ديما نشجعوا المنتوج التونسي. تونسي بيان سور، بصفه عام. كونسومي تونيزيان. فوالا. اليوم الكلمة السحرية للاقتصاد نتاع البلاد. الاقتصاد نتاعنا باش ترجع. هذه بحلى كلمة، مازال باش نسأل على صنعة باش نختم بها. صنعة نتاع الزيتون هذه مازال موجود، نعرفوا فما في الشمال الغربي نو؟ لا، في شيرة صفاق السنابل أكثر منه، شمال الغربي نوع آخر نتاع اللوح. نوعية أخرى نتاع اللوح. علاش قلت لك اللوح الآخر أخدمه بديكوراسيون بلوتو كو باش تاكل فيه. واضح، خذينا برشا معلومات مع كونسي كونسو. كانت هذه كونسي كونسو مع سي سمير مزناد، نشكرك برشا كالعادة. نوصلوا بالكونسي كونسو الآخر وختام حلقتنا اليوم، نسلم عليكم وين ما كنتم، نشكركم اللي اخترتوا موجتنا اللي تزهيكم بيان سور، واللي تزهي راديو ميد. أنا عفيفة بوكيل جويدة نقول لكم ميرسي بوكو اللي تبعتوني ساعتين كاملين. نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت على راديو ميد، ونخليكم توا مع قسم الأخبار، وبعدها ميدي ميد مع إيمان مديحي، إبراهيم وسليتي ولطفي العميري. نتقابل معكم غدوة، باي باي في الأمان.